يعطيكم العافية جميعا. طبعا في الفيديو السابق اللي زرعنا فيه نبتة الميرامية في قصيص، وتعلمنا كيف نزرعها وكيف نتعامل معها وكيف طرق الري. طبعا أنا من وقت ما زرعتها لليوم ما رويتها. ليش؟ لأنه شوفوا كيف لما نعمل هيك في مي، في شوفوا التربة كيف، شوفوا التربة كيف جامدة حتى لو كان بيتموس. فأنت بدك تحفر شوي وتشوف أصلا شكلها من برا مبين إنه ما بدها ري. وبآخر الفيديو السابق أنا قصيت العروق كلها والأوراق كلها للنبتة، وهي شوفوا بعد مرور تقريبا 5 أيام شوفوا كيف إنها رجعت نبتت من أول وجديد. شوفوا كيف الإنبتات الجديدة اللي بلشت تطلع، وطلعت يعني مش بس يعني احنا قصينا هذا العرق، طلع انه هي واحد هي اثنين وهي ثلاثة، والجهة الثانية كمان في عنا انبات. فلا تخافوا من قص الميرامية، والميرامية بدها تحطوها تحت اشعة الشمس لانها بتحب شوي الشمس، ما تكون مباشرة، يعني تكون بمنطقة بيجيها شمس وبيجيها ظل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. تابعوا الفيديو السابق، راح احطه بصندوق الوصف بالاسفل، تابعوا حتى الكل يزرع ميرامية لأنها نبتة كثير صحية ومفيدة للجسم.